وسهلا أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، وحلقة جديدة من برنامجكم الدنيا حكاية. اليوم قصتنا قصة مختلفة، راح تتحدث عن اثنان كفيفان منذ الصغر في معهد المكفوفين، عندما كبروا تزوجوا. طبعا راح نتعرف عليهم من خلال الروبورتاج التالي ونرجع لكم. نجاة ومحمد هما زوجين كفيفين من مدينة الموصل، نشأا معا منذ الصغر إلى أن كبرا وتزوجا. هما حاصلين شهادات للمستوى الثالث متوسط. أصبح محمد مهندس صوتيات ومدرب دوليا في الحاسوب بعدة دورات، كما شارك بدورة ميو العراق وعدة دورات أخرى، فيما لم تكمل نجاة الدراسة لتكمل دراستها الخارجية، حيث حصلت على العديد من الشهادات من بينها شهادات في دورة الحاسبات بمعهد النور أربيل. يحب كليهما التمثيل بالمسرح، وتهوى نجاة المطالعة، فيما يعتبر محمد نفسه من هواة الحاسوب، إضافة إلى حفظه للقرآن الكريم. كما يسعى كل من نجاة ومحمد إلى تقديم أعمال تطوعية لفائدة المكفوفين في دورات الحاسوب. نجاة ومحمد هما من أبناء الموصل الذين لم تحبطهم الإعاقة، بل كانت حافزا لهم للإبداع والتفوق. فكيف استطاعا إنجاز ذلك؟ وكيف كانت مسيرتهما منذ البداية؟ وما هي أبرز طموحاتهم وآمالهم المستقبلية؟ أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الروبورتاج. أهلا وسهلا بيك نجاة. أهلا بك ست ياسمين. طبعا بالبداية أحييك وأحيي كل مشاهدي ومتابعي قناة الموصلية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك محمد، طبعا أهلاً. شرفتنا ونورتنا بالبرنامج. أهلا وسهلا ياسمين. محمد ونجاة، أريد تتحدثوني نبذة بسيطة عنكم، عن نجاة، ومن هي نجاة ومن هو محمد. نجاة بداية معك. طبعا أنا نجاة بهجت عبد الجبار، مواليد 1992، ولدت كفيفة، كفيفة البصر. داومت في معهد النور المكفوفين في الموصل. طبعا الشرف بيجي. محمد عرفنا عنك أيضا. بداية أنا تشرفت بدعوة الموصلية إلي بهذا البرنامج. طبعا لنا الشرف أيضا، أتشرف بوجودي معاكم اليوم. اسمي محمد حميد، من مواليد 1989. نعم. ولدت كفيف البصر أيضا. داومت فترة من الفترات في معهد النور في مدينة الموصل. محمد، طبعا راح ندخل إحنا معاك بالحوار. أريد تتحدثوني شنو هي سبب الإعاقة، هل هي من الولادة؟ هي من الإعاقة، يعني من الولادة. هي من الولادة. نعم. نعم. بس يعني إحنا عندنا وراثة. نعم. أنا العوق اللي عندي داء الزرقاء الولادي. نعم. يسموه. ما عالجته، ما حاولت تعالجه محمد من يسموه. حاولنا، لكن إنه في فترة من الفترات، وبعدين يعني ماكو علاج إلها. حالياً أكو علاج متوفر؟ لو هم ماكو. من الممكن انه يعني اكو امل، يعني امل كلش بسيط. هذا الشيء يعني هم بسيط، امل يكون شيء حلو انه. اي نعم. نجاة ايضا هم منذ الولادة كفيفة بصر، منذ الولادة ايضا. نعم. تشخيص داء الزرقاء الولادي. نعم. بس من دون وراثة، انا الوحيدة اللي بعائلتي الشكل. حاولوا الأهل معالجة الموضوع؟ أكيد من أول يوم بصراحة. نعم. وأنا عمري 4 أيام أجرت عملية يعني وشفت، بس الدكتور قال يعني بعد ما أنه تكبر تبلش يعني تراجع نظره. يعني بالصغر كنت يعني كنت تشوفين؟ أي نعم، كنت أغشع. بس بصراحة أهلي يعني ما خلوا أي قصور. نعم. يعني أكثر من بلد رحت وأكثر من بلد زرنا،
وهي مع التطورات الطب والتقنية والتكنولوجيا إن شاء الله يكونون يعني لها أمل. بس إحنا الحمد لله رب العالمين عد ما أنه ياخذ أكيد ينطي الإرادة والقناعة والصبر والإيمان يعني، فكل هذا موجودين الحمد لله يعني، فإحنا قادرين أنه نكمل ونواصل حياتنا بكل سلاسة ونقول إن شاء الله. طبعاً شيء حلو يعني، أنا أول مرة أشوف اثنين كلش منسجمين، ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يخليك بارك تسلمين. نجاة ومحمد، وين درستم؟ شلون بديتم دراستكم؟ نبدي نجاة بعدين طبعاً محمد. طبعاً درست في معهد النور مكوفين في الموصل، نعم، في حي الموك. بس بسبب الأوضاع اللي صارت وعدم توفير المناهج وعدم توفير المواصلات اضطرنا أنه بعدين أكيد بعد ما قعدنا ببيوتنا سنوات يعني عديدة، نعم، بعدين بفضل الناس الخيرين وفضل جهودهم المشكورة ووجودهم اللي يعني بحياتنا، هم اللي سجلونا المواد كاسيتات مسجلة يعني، نعم، قدرنا إنه ندرس ويعني بكل سلاسة وبكل سهولة إنه نكمل سادس ابتدائي خارجي. يعني دراستكم كانت عن طريق الكاسيتات. نعم. بصراحة هذا الشيء يأسفني اللي راح أقوله، إنه مدينة الموصل هي معروفة بثقافتها وعراقتها وحضارتها، بس معهد النور مكوفين في حي رموك ما شهدت أي تخرج طالب أو طالبة. خلينا نقول إحنا كنا ضحايا سقوط بغداد، نعم، إحنا كنا ضحاياها، ونتأمل يعني نتمنى ونتأمل إنه حالياً يوفرون المواصلات ويوفرون المناهج للطلابين الجدد اللي مبعدنا يعني الجيل اللي بعدنا. بس احنا لا، احنا كنا ضحايا، وكثير بصراحة كان اكو احنا اكثرنا واغلبيتنا اضطرينا لتقديم الخارجي، واكو اللي اثنين او ثلاثة خلينا نقول كملوا وواصلوا مشوارهم الدراسي بمدارس العادية. يعني المعهد نور المكفوفين حد اي مرحلة وبعدين تنتقلين الى المدرسة العادية؟ ولازم يوفرنا لي السادس ابتدائي، بس احنا تقريبا خلينا نقول لي الرابع، ومن بعدها اصلا حتى الرابع مناهجها ما توفرت لنا يعني. يعني توقف بسبب احداث اللي صارت بسبب سقوط، نعم، بغداد. نعم، اي نعم. فعاد اقول لك اغلبنا لجانا للتقديم الخارجي، واقول لك انه اثنين او ثلاثه من عندنا لجأوا للمدارس الاعتياديه يعني التزموا بمدارس الاعتياديه وكملوا واصلوا مشوارهم الدراسي. نعم. محمد ايضا شو الاضافه اللي راح تضيفه يعني؟ أنا انت كنت ويا نجاة، نعم، من معهد النور، نعم، وايضا يعني من ضحايا سقوط بغداد، نعم، يعني ما كملت دراستي، لكن انه انا حاولت اكمل رغم الصعوبات، نعم، حاولت استمر في معهد النور. احنا داومنا في معهد النور يعني كبار بالعمر، انا بالنسبه لي عمري 10 سنين وداومت في معهد النور، كملت وياهم ل 2007. وبهذاك الوقت يعني كل الموصل تعرف 2007 شلون كانت اليرموك، نعم، وكملت، لكن اغلب المناهج ما تسجلت. وبعدين جاء امر من بغداد انه لانه ما درسوا بالمناهج لازم يعيدون السنوات اللي درسوا، نعم، لان احنا وصلنا رابع واحنا ندرس بمناهج ما الثاني، نعم، يعني كان الخطا من اداره المعهد، كانت خطا من، نعم، الاداره، نعم. بعدين شلون كملت دراستك بعد تركك للمعهد؟ كملت دراسة خارجي، نعم، وحاولت أكمل يعني مدارس عادية، لكن ما شاءت الظروف أنه أكمل دراسة عادية، نعم، فانتظرت كذلك 4 سنين وكملت يعني ثالث متوسط. وبعد ما انتقلت للمدارس العادية يعني الموجودة بمدينة الموصل،
لا لا ما انتقلت. من خلصت الثالث هذا وتوقفت دراستك؟ توقفت اي نعم. طيب الدراسة هم كانت من خلال تسجيل كاسيتاتهم؟ اي نعم تسجيل كاسيتات. نعم. كنا يعني كنا نسجل كاسيتات. نعم. يعني وندرس عليها، وحتى اذا مثلا اللي شخص اللي دا يسجل ما الشخص اللي دا يسجل نعم. ما شرحه واضح، يعني كنتاني اسجل بصوتي احاول انه يعني افهم من الكلام اللي الموجود وارجع اعيد تسجيله بغير كاسيت بصوتي. بعد ما طبعا تحدثونا عن مسيرتكم بالدراسه، اريد تتحدثون عن دور العائله. محمد بعدين نرجع من نجاة. دور العائلة كان مبدئيا يعني كلش ممتاز منذ الطفولة لحد الآن. يعني محمد شلون عيني؟ منذ الطفولة لحد الآن يعني شلون كان دعم العائلة إليك؟ والله دعم العائلة إلي كلش ممتاز، بس لكن شنو إنه أكو شغلات بالنسبة للمكفوف يعني هم ما يعرفوها. نعم. ف يعني صراحة يفتقدون للوعي. نعم. بهذا المجال. نعم. لكن احنا من تعرفنا على بعض، مثلا تعرفنا واحد تعرف على الاخ، يعني عدة مكفوفين بقيتم على تواصل. تمام. بقينا على تواصل ويعني صار وعي عند يعني عندنا، واحنا قمنا نوعي اهالينا مثلا. حلو هذا الشيء. أكثر واحد كان يشجعك يعني بالحياة إنه تستمر وتبدي بمواهبك وإبداعات اللي أنت حققته والإنجازات أيضاً، منو من العائلة؟ اللي كان يشجعني. نعم. أبويا الله يحفظه، وأمي همينة تعبت ويانا يعني الله يحفظه، الله ينطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها إن شاء الله. إن شاء الله. يعني حيل ما قصرت ويانا، فقلت لك بس كان ينقصهم الوعي بهذا المجال. كان هاي منذ الصغر، يعني حاليا تغير الوعي؟ تشوف اكو تغيير؟ والله شويه احسن مع هذا التطور اللي عايصير، تطور التكنولوجيا، تطور بالحياه اليوميه ايضا والحياه عامه المجتمع. اي نعم. تشوف اكو تطور بالوعي؟ اكو تطور. نجاة تحدثين أنت عن دور العائلة، من أكثر شخص كان يشجعك؟ والله أنا بصراحة يعني إذا أقول لك ماكو أي أحد قصر من عائلتي معي يمكن تقولين أتبالغ، بس بصراحة يعني كلهم، بس أكثر شيء أنا والدي دائما يقف بجانبي، دائما يحب يدعمني، ويعني خلينا نقول ماديا ومعنويا ونفسيا، يعني بابا دائما موفر لي كل الاشياء اللي انا احتاجها مثلا. الله يحفظه ان شاء الله. دائما هو كان معي منذ الصغر لحد هالساته، تقديم خارجي، بين انه يركض للدوائر، بين انه يوديني على الدكاتره، وبين انه يسفرني، بين انه يعني تصور، يمكن راح اقول معلومه، عندما انه كان يسفرني كان كل اللي موجودين معي سواء امي او عمتي انه بس قصوا له شعره، اخاف ما اطيق انه انا مشط له شعره او اداريها، يعني انه هاي ما اعرف، يعني كنت شخص كلش مقرب. كلش بابا انسان يعني جدا جدا حنون، جدا انسان رائع، تعلمت من عنده خلينا نقول الصبر، وتعلمت من عنده الحنان، تعلمت من عنده قوة الشخصية والثقة، هو اللي منحني إياها كل هذا الشيء. بس أنا أقول لك شغلة، أكو أهل يعني أكو أهالي ما إلهم ذاك الرغبة اللي إنه يعني يتعمقون بعالم الكفيف أو بعالم. نعم. المكفوفين، فتشوفين إنه هم مع أولادهم يعني شيء سطحي، اوكي انه تمام تريد هذا الشيء او تروح كذا مكان او هاك الشيء، بس اكو اهالي لا، محبه ومثل ما يقولون دعما وتشجيعا، هم مع اولادهم بكل معنى الكلمه، يعني نسميهم هذول اهل بكل معنى الكلمه. بس انا اقول لك اكو اهالي لا والله يكونون سطحيين وما عندهم ذاك الرغبه، حتى برغم
تطور التكنولوجيا والتقني والوعي، بس بعدهم على معتقداتهم وعلى انه تمسكهم برأيهم وقناعتهم. يعني هذا اللي يأسفني لحد هسه، يعني لحد هسه انا هذا الشيء يأسفني انه اقوله. بس انا لاحظت حسب يعني من خلال ما لاحظت انه بعد موجود هذا الشيء بكل مكان. تمام. كل المكان موجودة. نجاة ومحمد راح نرجع طبعا نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، طبعا رجعنا ويا محمد ونجاة. محمد ونجاة أريد تتحدثوني عن رأي العائلتين بزواجكم. نبدي بمحمد. يعني رأي العائلة بالنسبة لزواجنا، نعم، أكو منعارض، لكن بعدين أنا قنعتهم وأهم شيء كان رأي الوالد والوالدة أنا بالنسبة إلي، وشجعوني على هذا الشيء. قالوا لي أنه هذه حياتك، احنا ما نقدر ندخل بحياتك، انت اختاريتها والله يوفقكم. طيب يعني بالبداية انت كان اكو معارض، يعني مو الوالد ولا الوالدة كان لك؟ لا لا، يعني بس من داخل العائلة. اي نعم. بعدين انت من اخذت نجاة، شوف رأي المعارضين غيرت هذا رأيهم؟ يعني لا. غير رأيهم؟ لا اكيد، يعني الا يتغير رايهم، بس اذا حتى اذا ما يتغير رايهم لابد من انه يتغير رايهم، لان احنا صرنا سوا بعد. نعم. واني مرتاح وياها. طيب تواصلك مع نجاة شلون كان؟ يعني احنا بدينا فترة بعد المعهد، بعد ما احنا بعد المعهد مثل ما يقولون افترقنا. نعم. بعدين صار التواصل، يمكن بدا تواصلنا ب 2017، انه لانه هي صديقة خواتي. نعم. فمن يعني كانت قريبة من اي نعم كانت قريبة من خواتك، فلهذا يعني كان اكو تواصل. اي نعم. نعم. فهي بالنسبة لها يعني انه مثل ما يقولون انسانة مثقفة وواعية، مثل ما يقولون ما عندها انه مثلا هذا الشيء ما يصير او يصير او من هالقبيل هذا. وبالنهايه يعني انه كانت علاقتنا يعني كلش ممتازه، يعني نكون واقعيين ما بيها شيء غلط. محمد شنو شفتوا بنجات يعني اللي خلاك متمسك بيها؟ اللي خلاني اتمسك بيها انه واعيه وطموحه، و يعني إذا خلت ببالها هدف لازم توصله. هذا الشيء حلو طبعاً، يعني واحد يكون عنده طموح وهدف بالحياة. نجاة شنو كان رأي عائلتك من عرض عليك محمد الزواج؟ طبعاً قبل ما أجاوبك على هذا السؤال ست ياسمين، نعم، البنت تحتاج إنه أول ما تترك بصمة تتركها بأهلها وناسها وبداخل. نعم. عائلتها. نعم. فأنا السنوات اللي قعدتها بالبيت كان هوني لي دور فعال بالبيت، يعني كان لي وجودي وشخصيتي وكياني ودوري. فإنه أول شيء أنا حبيت اللي أظهره، يعني أول شيء الانطلاقة كوي من الأهل. نعم طبعا. من داخل البيت طبعا. فأنا انطلاقتي كانت من داخل البيت، إنه أنا كنت مع أمي مثل ما يقولون إيد بإيد. كل من كان يجي يقول يعني مستحيل إنه هذه كفيفة أو ما تبصر أو إنه كذا كذا، إلما إنه حتى كان أحب الأطفال إلى درجة يعني رب العالمين شاء الأقدار، ورب العالمين يعني رزقنا بأخين توم، فأنا كنت أربيهم وداريهم وهاي. فعندما إنه محمد عرض عليه الطلب أهلي يعني واثقين وحق المعرفة، يعرفون حق المعرفة إنه محمد إنه أنا ومحمد نطيق نقود هالحياة، وإنه ماكو شيء صعب علينا وماكو شيء صعب علينا.
ان شاء الله قدرنا انه دائما امي كانت تقول لي انا اعرف واثقه من عندك واعرف انه انت تطيقين تفتحين بيت وماكو شيء صعب عليك، لانه مثل ما قال محمد عندما اخلي شيء ببالي لازم اصل ولازم احققه. فهي الانطلاقه انه اقول لك هي كان بالبدايه الاهل هم اللي مسؤولين عن تكوين شخصيه الطفل، ومن ثم الواحد بعد ما يبلغ اكيد يكون مسؤول عن حاله وعن نفسه ويطور بعد نفسه اكثر واكثر. فانا هذا اللي صار، انه انا اقول لك انا انسانه يعني جريئه وواثقه من حالي، لانه بالبدايه هم اهلي اللي خلوا هذا الشيء، اللي زرعوا هذا الشيء بداخلي، ومن ثم انا يعني طورتها اكثر واكثر. طيب حكيتونا عن العائله، هسه نرجع على الاصدقاء، شلون كان دور الاصدقاء؟ واريد تتحدثوني عن قصه صارت معاكم اذا كانت جيده او لا، يعني حزينه، عن اصدقائكم موقف. نبدي بنجاز، شلون كان دور صديقات عندك بالمعهد او خارج المعهد ايضا؟ والله ما صار معي اي قصه حزينه او سيئه، خلينا نقول لا سمح الله، بس انا اقول لك بالبدايه كل يعني كل الاشخاص اللي سمعوا بامر زواجنا كانوا مستغربين، فكان اكو يعني اسئلات شويه انه كيف وشون وهل يا ترى الاهل. انا اهلي بصراحه يعني مثل ما ذكرت انه كانوا واقفين بجانبي وما عارضوا وما اعترضوا، ولا انه فكروا اشون مثلا يعني راح اقود هالحياه. كانت مثلا يعني من جيتي انت قلتي الاصدقاء صديقاتك او الاصدقاء انه انت محمد يعني طلبك، شفتي انه شيء غريب يعني؟ اي صار شيء غريب، تعرفين ليش؟ نعم. لان هم اهاليهم فهميهم انه الكفيفه من الصعب ومن من المستحيل انها تتزوج، فانا استغربوا ما على زواج، استغربوا على امر اهلي اشون وافقوا واشون هم واقفين بجانبي واشون انه وكل شيء صار يا ست ياسمين حسب الاصول. فالحمد لله انا يعني كان اكو دور فعال لصديقاتك ومساعدتك انه بحياتك ايضا؟ والله الحمد لله اكو عندي صديقات يعني دائما مقربين. اي نعم اي اي اكو اللي من من منذ الطفوله واكو اللي بعد الطفوله، بس الحمد لله يا ربي اكيد يعني مستمرين ومتواصلين. بس انا دائما احمد ربي واشكره انه انا عندي هالشكل اهل، يعني والد ووالدتي دائما واقفين بجانبي وما خلوني انه ذاك اللي مثلا اذا اسمع لي شغله انه اقعد انقهر وانجرح او انغث. يعني شوفي الانسان اذا يعني انا مخلي ببالي انه انا اعيش حياه بكل معنى الكلمه وليس يعني عيشه بسيطه وسطحيه. نعم. فانا مخلي ببالي انه اي شيء اسمعه اكيد راح اتقبله طبعا لازم، لانه كانوا الانبياء مثلا يصير حكي بحقهم ويسمعون حكي او يجيهم حكي والانبياء انحكى عليهم، فكيف صحيح. احنا فاكو اللي معارضين واكو اللي كانوا متقبلين واكو اللي فرحانين، يعني عدة جوانب. بس شيء حلو انه انت تتقبلين يعني الرأي. لازم لازم احنا الحياة كون ما شيء هين او سهل، الحياة صعب. نعم. بس احنا قدر الامكان نسهلها ونحليها ونبسطها، لانه الحياة هم برغم صعوبتها كوية هم بسيطة طبعا. فاكيد يعني انا عايشة لاتقبل كل شيء ولا اعيش كل شيء، انا حابة اخوض كل التجارب كل التجارب، سواء من العلم سواء من الأمومة سواء زوجة سواء أخت صديقة. نعم. كل شيء كل شيء، هذا اللي حابة أنه أصله. يعني محمد أريد تتحدث لنا عن دور الأصدقاء، الأصدقاء اللي بحياتك، حياتك اليومية، أصدقاء بحياتك بالعمل، وأريد تتحدث لنا أيضا عن قصة صارت معك سواء كانت حزينة أو طريفة. ما يعني بالنسبة لي ما صارت وياي أي قصة يعني حزينة أو طريفة أو من هالقبيل، بس لكن أصدقائي يعني ساندوني بالنسبة لزواجي. نعم. ووقفوا معاي وهم يعرفوها شخصيا، يعني يعرفوها النجاة، لأن هي انضمت بالمؤسسة، مؤسسة أم الربيعين،
قبل الزواج يعني. نعم. فيعني ملتقيين بيها و... ومرات يعني مثل ما يقولون يحبون مثلا يشاقون وياها او يحجون وياها، يقولون هذه اختنا يعني. يعني حبوها. اي نعم يعني، وصراحة يعني من دون مبالغة يحبوننا الخير يعني. بالنسبة لأصدقائي دائما واقفين وياي. الله يحفظهم طبعا، تحياتنا. الله يخليك. محمد، شنو التخصص اللي انت تختص به بحياتك، يعني عملك او شنو هو عملك؟ أنا صراحة ما قدرت إنه أشتغل يعني شغل مثلا كتاجر أو من هالأمور هذه. نعم. لكن اختصيت بالإلكترونيات. نعم. يعني على الحاسبة وعلى الموبايل. نعم. وأكثر مجال اختصيت به هو الهندسة الصوتية. الهندسة الصوتية أنا كنت أحبه وأش يعني أشتغل عليه من الصغر. نعم. لكن يعني من كنت بالمعهد النور لو بعد قبل المعهد. قبل المعهد. تمام. أنا كنت من حفاظ القرآن الكريم، فمن كان. إيش قد تقريبا عمرك كان وأنت من كنت تحفظ القرآن الكريم؟ تقريبا 7 سنين 8 سنين. حفظت من يعني من أول سنة؟ لو بديت بالترتيل لحد ما حفظته. لا أنا حافظ 15 جزء. نعم. لكن مو من البداية، إنه اتعرفنا على وحدة الله يبارك بيها سي الذكرى، أوجه. نعم. لها تحية. اللي هي مشت ويانا بتحفيظ القرآن الكريم لما أنه صار عمري 15 سنة، وصارت الظروف ومرات نرجع ندرس ومرات تنقطع، فتوصلت 15 جزء وتوقفت. بس بالنسبة للهندسة الصوتية، احنا جبناها على الهندسة الصوتية، كانوا يجيبوا لي كاسيتات على مود احفظ بها القرآن الكريم. نعم. فكنت احاول انقل من كاسيت على كاسيت، او يعني اسجل من الراديو. طيب منو اللي علمك هاي الموهبة؟ لو أنت تعلمت. أنا كان أبويا يجيب لي الأجهزة. نعم. مثلاً المسجل أو الكاسيتات، و... وأنا اكتشفت. يعني أنت بديت الاكتشاف. أي نعم. محمد ونجعت، عندكم مشاريع إعلامية، وشنو هي فكرتها؟ والله هاي الفكرة واردة بس مو هسه حاليا. نعم. هاي الفكرة يراد لها بصراحة مكان، ويراد لها خلينا نقول مادة، فهذا الشيء موجود ببالنا بس شوية يعني. فكرة للمستقبل. نعم. يعني بس موجود. ما تحقق. نعم. لأنه بالأساس أنت إذا تلاحظين أكثرية الكفيفين يحبون الإعلام ويتوجهون للإعلام. فإحنا ما نقول لك إلا راح نتوجه لكلية الإعلام وهكذا شيء، بس يجوز بيوم من الأيام راح نخوض تجربة الإعلام، بس نعم. يعني بشيء بسيط شوي أقل من كلية الإعلام يعني. أنا صراحة يعني قلت لها بما أنه أنا أشتغل على الهندسة الصوتية. نعم. وهي يعني إلقائها حلو، يعني إذا تلقي مثلا كموضوع او كمثل برنامج. نعم. يعني القائها حلو. قلت لها حتى يعني لو شجعتها بالموضوع. ايه قلت لها حتى لو ما بث مباشر، انه يكون تسجيل. نعم. وينشر مثلا على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انت شوف نجات عندها مواضيع وعندها كاريزما حلوة وشخصية، انه القاء ايضا. اي اكيد نجات. طبعا محمد يشجعك بهذا الشيء.
أكيد هو وجوده هسه حاليا هو كل شيء، أكيد هو اللي يدعمني، هو يشجعني، هو اللي يقف بجانبي ويساندني، ومثل ما يقولون بعد هو صار زوجي يعني. تمام، الله يحفظكم ان شاء الله ويديم ويديكم احنا البعض. ما زوجين بس اشم من كان اكيد، لا احنا من قررنا نتزوج احنا يعني شراكتنا بكل معنى الكلمه، الله يحفظكم، هادفه لكل الجوانب الحياه، ما بس يعني جانب الزواج، لا احنا نريد نوصل فكره او رساله لكل المجتمع انه الإنسان الكفيف قادر على كل شيء وماكو شيء مستبعد عليه نهائياً. طبعاً هذا الشيء. فعدة مواضيع وعدة رسالات وعدة فكر وعدة قضايا موجودة ببالنا إنه لازم نوصلها من خلال حياتنا ومن خلال تجاربنا حتى الآخرين هم مثل ما يقولون يتعلمون ويصيرون شوية هم يقتدون يعني بالشيء الخطأ اللي إحنا راح نخطيه إن شاء الله. إن شاء الله. في المستقبل. إن شاء الله. نجاة ومحمد طبعا راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، طبعا رجعنا نكمل وياك نجاة ومحمد. نجاة ومحمد أريد تحكوا لي عن أعمالكم ونشاطاتكم من معهد المكفوفين ولحد الآن. نبدي بنجاة. نعم ستي ياسمين. نعم. أنا طبعاً بعد ما أكملت السادس، أنتوا تعرفين إنه صار احتلال من قبل داعش في مدينة الموصل، فاضطرنا إنه نطلع أو ننزح يعني. بس بعد التحرير مباشرة الحمد لله هم قدمت الثالث والحمد لله اجتازيتها بكل نجاح. نعم. هاي ب 2018 لأنه تقديمي كان 2017 و2018. نعم. عند ما إنه الحمد لله أخذت الشهادة بسنة 2019، طبعاً مشكور أستاذ محمد مضر العبيدي اللي هو أتاح لي هالفرصة إنه خلاني ألحق بمؤسسة أم الربيعين مكفوفين وضعاف البصر، خلاني أكون إحدى مؤسسيها يعني. وعضوة بلجنة الترابط الاجتماعي والأسري. نعم. بعد ما أنه ارتبطنا أنا ومحمد بسنة 2020 كان عندنا ورشة عمل بشهر 12 بقاعة نقابة المهندسين. نعم. أيضا مشكورة يعني جهود ست هند وأستاذ محمد مضر العبيدي، كان بوقتها من أنه أكو انه يشاركون من كل فئات ذوي احتياجات الخاصه، فاحنا اللي كنا مشاركين من ذوي احتياجات الخاصه الكفيف البصر يعني. فكانت هاي احدى مشاركاتنا انا ومحمد، ومن ثم باحتفالا بلويس برايل يوم 5/1 بقاعه الشباب والرياضه، انا ومحمد بوقتها مثلنا، كان لنا يعني ادينا مشهد تمثيلي على منصه قاعه الشباب والرياضه. ايضا كانت تجربه كلش حلوه. كانت تجربتك وريت تتحدثين عن التجربه؟ بصراحه كانت يعني تجربه كلش حلوه واستمتعنا بيها. وهسه لو شنو الدور اللي مثلتي نجاة؟ الدور اللي مثلته انه انا عندي 3 اولاد. نعم. زوجي معارض الفكرة أنه أولادي يتعلمون بكون هم يتحدث عن شريحة المكفوفين. هو العفو هو. نعم. يعني كان عندنا 3 أولاد مكفوفين. نعم. 3 أولاد مكفوفين يعني. كان أنه محمد معارض، هو يعني كأب معارض أنه هم يتعلمون، وإنما أنا اللي مصر أنه يتعلمون. فيعني تعلموا وكبروا وكل واحد صار له مستقبل وهاك الشيء يعني. كان تجربة كلش حلوة، وأقول لك ياسا لو يرجع ينعرض لهالشكل سيناريو أرجع هم أيضا أمثل يعني. زين، هاي التجربة خذتيها لأن كانت خاصة بالمكفوفين، لو خذتيها يعني أنه تجربة عادية؟ لا خطوها لأنه كان أيضا يعني أكو هدف وغاية بالموضوع، رسالة ردتي توصليها؟ أكيد أكيد. نعم. غاية انه هي انه نوصل رسالة يعني هسه حاليا اللي دي نشوفه
كل الأهالي هالشكل يعارضون أن أولادهم الكفيفين يتعلمون، بس بعد ما أولادهم يتحدون ويكبرون ويصلون يقعدون يقولون أي والله تمام إحنا اللي كنا غلطانين. يعني ملاحظين هذا الشيء يعني عدة مرات وليس مرة واحدة. يعني حاليا شنو الدورات اللي عتقيميها نجاة؟ والله حاليا ما عندنا أي دورات بعد، إحنا قمنا بدورة الخياطة وخلصناها يعني. نعم. بس إن شاء الله مع الأيام يعني بلكي نشتغل على لجنة الترابط الاجتماعي والأسري، نحاول إنه نثقف ونوعي كل الأهالي ونشتغل على إن شاء الله. راح تكون مختصة بمنطقة معينة لو كل مناطق مدينة الموصل؟ هي لا مختصة يعني بكل مناطق الموصل يعني، بس راح تستهدف وين؟ بس اكثر شيء الكفيفين يعني. نعم تمام، هاي الشريحه يعني اكثر شيء. محمد انت احكي لنا عن انجازاتك واعمالك والنشاطات اللي قمت بها. انا بالنسبه لي نعم يعني من كنت طفل كان عندي مشاركات بعده احتفاليات واللي نعم. يصير بالجوامع، وكنت اخذ عليها مثلا نقول من اول الى ثالث. نعم. بالنسبه للتجويد والعفو الترتيل يعني. نعم. والاحكام. كانت مشاركاتك يعني مختصه بالقران الكريم بطفولتي؟ نعم. نعم. بعدين طورته؟ بعدين يعني بعد فتره يعني انه من تعلمت على الهندسه الصوتيه عندنا يعني مسامع تمثيلية. نعم. شاركت بيها اللي هي نشرت على شبكة الكفيف العراقي. نعم. أيضا للمكفوفين هذه شبكة تقنية أنه تعلم المكفوفين على الموبايل وعلى الحاسوب وعلى أي تطبيقات جديدة تنزل أنه يكون شروحات عليها. نعم. فأتبنت هذا الموضوع يعني كنت احد الممثلين في كان اسمها مشاغبي تيك اوديو. نعم. مسامع يعني مثلا كل حلقه شكل. نعم. تتضمن موضوع شكل من ضمن مشاركاتي. اما عندي اعمال انا اشتغلتها يعني شخصيا لا قدرت انشرها على اليوتيوب ولا يعني اعمال خاصه بك. اي اعمال. نعم. خاصه بي لان ما اقدر انشرها على اليوتيوب لان بها حقوق نشر. نعم. ف يعني هذه اعمالي بالهندسه الصوتيه. نعم. وسابقا يعني دخلت دورات تنميه بشريه. نعم. دوره الميوي ميوي إيراك 2 لأن كان أكو يعني دورة قبلي. نعم. اللي دعاني عليها بوقتها أستاذ محمد مضر، أقدم تحياتي إلى تحياتنا إلى طبعاً. وأني من ضمن اللجنة بمؤسسة أم الربيعين، عضو لجنة الترابط الاجتماعي. نعم. ويا نجاة. ويا نجاة. نعم. نعم. محمد ونجاة شنو الصعوبات اللي اعترضتكم بعملكم؟ شنو هي أبرز الصعوبات؟ أبرز الصعوبات عدم تعاون الأهالي معنا. نعم. يعني أساسا ما نقدر نفعل يعني لجنة الترابط الاجتماعي والأسري بسبب الأهالي، لأنه ماكو أي التزام. نعم. ماكو أي التزام ودائما التزام من اي ناحيه؟ من التزام انه مثلا احنا نحابين انه البنت الكفيفه او الولد الكفيف او الشاب الكفيف ان يكملون حياتهم، ان يواصلون وان يدرسون، ان يثقفون، ان يتعلمون، بس الاهالي عندك ايش يقولون؟ لا ليش؟ ايش راح يستفاد؟ اولته وثالثه هو قاعد بالبيت. فاحنا يعني هم يعتبروه عاجز. عاجز. نعم. عاجز يعني احنا كثير حابين
انه تزيد الثقافة والوعي والنضج عندهم، بس مشكلة احنا يعني ينقصنا هذا الشيء. بالعكس يعني هسه ينراد مثل ما يقول نهضة فكرية لأهالي كل المعاقين، ما بس اقول يعني المكفوفين. احنا نقول انه انت تقدرون تدعمون المكفوفين من خلال الترابط اللي تحدثين عن نجات. احنا قدر الامكان نحاول ندعم الشخص سواء دراسة سواء تعليم عن تطبيق الاندرويد او الابل ستور مثلا، يحاولون ان يعلموهم على كل التقنيات اللي دي يصير يعني. نعم. احنا اكيد موفر مؤسسة ام الربيع يعني موفر كل شيء يعني. نعم. بس انت عد ما انه يعيشون معانا هم ساعات، اغلب ساعاتهم او اغلب وقتهم مع اهاليهم، مجرد يمكن بعد ما يرجعون من عندنا لبيوتهم راح تتغير كل شيء، راح تتراجع كل شيء يعني. لانه ليش؟ هم اللي مؤثرين، هم اللي مسيطرين، هم الاقوى. نعم. احنا المشكله ما احنا قادرين العفو. يعني نكون معاهم دائما احنا يعني ساعات راح نعم. يعني ساعه ساعتين وراح نطلع من من المحاضره يعني. او من البيت مثلا اذا رحنا زرناهم. نعم. لكن هم راح يكونوا وياهم 24 ساعه. 24 ساعه يعني يغيرون النظره. انا ارجع اقول محتاجين نهضه فكريه، لانه إن شاء الله. مثل ما قلت هم اللي موجودين الوقت الاغلب والاكثر والاقوى، فهم مسيطرين يعني، هم اللي اقوى ما احنا. احنا ولو احنا على مثل ما يقولون على قلبنا احلى من العسل. انتم عاد توصلون الرساله وعاد تدعمون المكفوفين، وطبعا تدعمون الاهالي انهم يساعدون. اذا انت تجين وتطلعين على مؤسسة ام الربيعين نعم. راح تلاحظين من برايل، من تعليم مثلا على الحاسبات، من تعليم على الاجهزه الهواتف الذكيه. يعني اكو تطور بالموضوع، اكو تطور الكفيف. نعم. كل شيء كل شيء يعني هسه حاليا لا تتصورين اكو شيء بعيد على الكفيف او اكو شيء ما يعني ماكو شيء مستحيل. نعم. لا 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 حاليا التقنيه كلش مواكب الكفيف قوي. نجات ومحمد يعني. نجات ومحمد شنو هي طموحاتكم المستقبليه اذا كانت بالحياه او بالعمل؟ اريد هسه بالحياه، شنو هي طموحك نجات؟ والله انا اطمح انه اول شيء اكون ام ان شاء الله، واكون ام بكل معنى الكلمه، ومثل ما يقولون أربي أجيال أو أنه أربي ابني أو بنتي بكل معنى الكلمة، وبتربية صالحة وبكل ثقافة وبكل وعي وبكل رقي وبكل نضج. إن هذا الله. اللي أتمنى عن صعيد الحياة، وأتمنى أنه دائما إحنا نضيف للعالم والعالم هم أيضا يضيفونا، وهكذا هذا الشيء أكيد هذا الشيء موجود يعني. نعم. وعلى صعيد العمل على صعيد العمل اتمنى انه اكمل دراستي ان شاء الله واتوظف ان شاء الله. هذا الشيء اللي اتمناه ان شاء الله نجاة تتحقق كل الطموحات اللي تحدثتي عنها. محمد طموحاتك بالحياه والعمل شنو هي؟ اطمح انه اكون اب البدايه ان شاء الله، واب المثالي يعني، وهذا مثل ما يقولون ثمره تعارفنا وارتباطنا. طبعا ثمره حبكم وزواجكم اكيد. وأطمح إنه أكمل دراستي وأكمل يعني علم نفس، أنا أحب هذا المجال يعني. أنت بهذا المجال تشوف نفسك أم بالهندسة الصوتية تشوف نفسك؟ أنا كتعليم أشوف نفسي بالعلم النفس. لأن قريت عن علم النفس يعني قاري يعني أقرأ أنا على اليوتيوب. نعم. دائما أقرأ عن علم النفس، فحبيت هذا المجال. لأن بالهندسة الصوتية أنا ما أقدر أدخل بالهندسة الصوتية يعني كدراسة. نعم. لأن إحنا اختصاصنا بس أدبي. نعم. وهذه يعني تعتمد أنه مادة علمية. نعم. محمد ونجاة شنو هي أبرز مشاكل شريحة المكفوفين عامة؟ نجاة نبدي معك، شنو هي المشاكل اللي دائما نشوفها؟ انت قلتي لي الاهل ايضا ايه. واكو شغله ثانيه همينة الكفيف هم او الكفيفه، انا اقول لك ست البنت الكفيفه. نعم. ما قادره تكون واثقه من حالها يعني مساله الثقه. ايه نعم.
عدم الثقة هي أصعب. عدم الثقة بالمجتمع أم عدم الثقة مثلا بالأهل؟ عدم الثقة بنفسهم وبأهلهم وبمجتمعهم. قوية ستة يعني انعدام الثقة أو الشخصية معتمدة لكل النواحي يعني. نعم. يعني لو كانوا يلاقون الدعم الحقيقي من جهة لما كان هذا حالهم أو لما كان هذا اللي يمرون بيه يعني. محمد ونجاة، أريد تحكونا شنو هي رسالتكم للشاب الموصلي المكفوف؟ ونجاة طبعاً أنا أريد منك للمرأة المكفوفة، بس نبدي مع محمد، رسالتك للشاب الموصلي المكفوف. طبعاً رسالتي للشاب الموصلي المكفوف أو نعم. كل شاب مكفوف، نعم، لا يعني لا تخلي اتكالك على أهلك، نعم، على عيني وعلى راسي، هم أهلك، هم داروك، هم كبروك، على نعم. عيني وعلى راسي، نعم. لكن اتكل على نفسك، اتكل على الله وعلى نفسك وواصل حياتك، لأن ما تعرف ايش راح يصير بالحياة. وبالنسبة للمجتمع العام، للشباب وللأخوان يعني اللي صادفون شخص من ذوي احتياجات الخاصة أو من ذوي إعاقة البصرية، لا تقل له أنت ايش عندك طالع برا وأنت قاعد بالبيت، أو أهلك شلون خلوك تطلع، أو من هالقبيل هذا. ترى هذه الأمور لو ايش قد ما يتحملها المكفوف ترى هي تجرح. طبعا الكلمة تجرح. ف يعني إذا المكفوف طلب مساعدتك أكيد جهودك مشكورة. إذا قال لك أنا أقدر أصل المكان اللي أنا أريدها وأشكرك، لا يعني تلح عليه وتعرض مساعدتك يعني إلا تساعده. نعم، هذه أنا رسالتي. نجاة، أنت رسالتك للمرأة الموصلية المكفوفة شنو هي؟ أنا رسالتي للمرأة الموصلية الكفيفة أو بنت الكفيفة أقل، كوني أنت عوفي التصنع، عوفي إيش يريد المجتمع وايش اللي يتمنون من عندك وايش اللي منتظرين من عندك. كوني انت رجاء، كوني انت، كوني شخصيتك، كوني انت ايش حابه وايش متمنيه وايش نو رغبتك. هذا اللي اعرف انه دائما ما نتماشى. انا ما اقول اكيد المجتمع على عيني وعلى راسي، بس احنا نشوف احيانا البنت الكفيفه هي ظالمه نفسها ايضا، والأهالي هم أيضا ما مساعدين، والمجتمع أيضا هم ما ذاك اللي مساعدين. فأنت حاولي إنه أنت اللي، لأنه ماكو أحد يعرف إنه أنا إيش أريد قد ما إنه أنا بس أعرف. ماكو مقابلي، ما مقابلي يعرف قوي، أنا اللي أعرف بس حق المعرفة إنه إيش رايدة وإيش متمنية وإيش حابة. فكوني أنت عوفي التصنع. نعم، هاي رسالتي. ايضا رسالتنا اكيد للاهالي هم، اتمنى انه دائما يقفون بجانب اولادهم ويساندوهم ويساعدوهم. هم ما يقولون انه انتم ما عندكم عيون، يلا الام دائما معروف عنها هي انه المثاليه، القدوه، المدرسه الاولى. اتمنى هي تكون عين الاولاد همنا، خلي تكون عيونهم، خلي تنورهم طريق مدربهم. ما بي شي، رب العالمين اخذ البصر بس ما نطي همنا، بس بحاجة قوي. احنا بهالحياة لما احنا عايشين دائما لا تتصوروا بس الكفيف يحتاج الناس مساعدة، الناس كلتنا نحتاج الآخرين، واحد يحتاج للثاني. الكون هالشكل تأسست، هاي هي قوانين الكون، لازم والحياة. شخص يعتمد على شخص، كل واحد محتاج للثاني وكل واحد مكمل للثاني. فما عيب وما غلط وما انه حرام إذا الكفيف أو الكفيفة احتاجوا الآخرين أو ساعدوا. أنا ما أستعار من هذا الشيء أو أستنكف. أنت أم، يلا كوني عيونها وأنت نوري لها طريقها ودربها، وكوني لها مثل ما يقولون شعلة من العلم ومن الإرادة ومن الهمم. ما بيها شيء، ما غلط قوي. رسالة كلش حلوة طبعا، وخاصة إحنا ندعو الأهل إنه الكفيف مو عاجز مثل ما قالت نجاة. الكفيف يقدر انه يصنع من اللا شيء شيء. طبعا انتم شرفتوني وربي يحفظكم، واتمنى لكم ان شاء الله الموفقيه والنجاح. اتمنى لكم ان شاء الله اشوفكم مشاريع الاعلاميه تحدثوا عنها،
ونشوفكم طبعاً. طبعاً أنا اللي أشكرك على استضافتي بهذا البرنامج أو استضافتنا بهذا البرنامج، وإلي الشرف إنه أكون في قناة الموصلية أظهر بيها. طبعاً إن الشرف لكم. طبعاً أكيد مشكورة وجودكم وجهودكم ودعمكم أكيد لشريحة المكفوفين، ودائماً نتمنى لكم المزيد والتألق من التألق والإبداع. الله يوفقكم دائماً يا رب. ربي يحفظكم إن شاء الله ويديمكم البعض. الله يخليك. تسلمين. شكراً لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا لختام برنامجنا الدنيا حكاية. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.